الحمد لله على المكسب النهارده قدام بيراميدز، فرقه قويه طبعا. فطبعا بنشكر الجهاز الفني على الدعم، والجمهور طبعا بيساندنا في كل وقت. فالحمد لله على المكسب، وان شاء الله في الفاينل باذن الله البطوله تكون زمالك باذن الله. ان شاء الله الكابتن عمر جابر يرجع في اسرع وقت، وباذن الله يشارك باذن الله الماتش الفاينل. ومستنيين دونجا ان شاء الله يرجع، وكل اللعيبه ان شاء الله، والونش وكل اللعيبه وفتوح طبعا. فمستنين كل الفرقه، التيم كله بقى كامل. كل يعني دي حاجه طبعا بيبقى يعني ثقه من الجهاز. العب في اي بوزيشن، والمكان بيبقى صعب شويه عشان مش متعود عليه. فبلعب واعمل عليا والباقي على ربنا، فمفيش حاجه يعني بعيد عن ربنا في اي بوزيشن بلعبه. فالحمد لله يعني. الزمالك ناوي على السوبر؟ مفيش حاجه بعيده عن ربنا، ان شاء الله باذن الله السوبر يبقى يكون من نصيب الزمالك باذن الله. بحمد ربنا طبعا على المكسب، وبشكر اللعيبه النهارده على المجهود. يمكن الشوط الاول كان درجه الحراره كانت مرتفعه شويه، اثر علينا شويه كلنا، مش حد معين، لا كلنا كنا متاثرين بالجو الشوط الاول. لكن الحمد لله الشوط الثاني بدانا نرجع، يمكن حالفنا التوفيق في الهدف في نهايه الشوط الاول، ده ساعدنا ان احنا نرجع في مباراه ثاني، وعملوا مجهود كبير اللعيبه. وان شاء الله يعني احنا يعتبر ما عملناش حاجه لسه، عندنا مباراه ثاني نهائي، مباراه نهائيه ان شاء الله هنستنى الطرف فيها باذن الله، ايا كان اللي هنلعبه باذن الله تكون بطوله من نصيبنا، ونقدر نرجع بيها مصر باذن الله. كابتن عبد الله لعيب كبير، يمكن انا دايما بنبقى موجودين على اكل مع بعض، بنتكلم مع بعض. يمكن النهارده اتكلمنا في موضوع ضربات الجزاء ومين اللي هيدخل يشوط، ويعني اتكلمنا في شويه فنيات كده بس. لا الحمد لله يعني كان فيها توفيق الحمد لله من ربنا سبحانه وتعالى. انت في النهايه عايز تاخد فرقتك وتطلع للمباراه النهائيه. اللعيبه زمايلي هي اللي بتساعدني على فكره، انا اتكلمت معاهم وبنتكلم مع بعض دايما في التمرين وفي المحاضرات، هم اللي بيساعدوني ان انا نوصل للمرحله دي، لان طول ما اللعيبه بتسجل هي بتديني الافضليه ان انا ايه افضل موجود في كامل تركيز ان انا اقدر اساعد الفرقه في النهايه.